أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعتنا ليوم الأربعاء ثمانية كانون الأول ديسمبر من سنة 2021 القمر اليوم موجود في منزلة سعد السعود وهي لتوطيد العلاقة والحرية والربح والتفريق ورح يمكث القمر في هاي المنزل لغاية الساعة ثنتين وثلاث دقائق من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت غرينتش يعني بتوقيت غرينتش العالمي هو اللي أنا بعتمده في كل الأوقات اللي أنا بذكرها في الحلقة بعدها القمر رح ينتقل لمنزلة سعد الأخبية وهي للحماية والضرر والظفر والعقد طبعا القمر موجود في برج الدلو ما في خلو مسار اليوم القمر بما أنه موجود في برج الدلو معناته التأثيرات راح تكون علينا يعني بصفة عامة هي تأثيرات برج الدلو أو صفات برج الدلو فعشان هيك اليوم بنشعر أنه بحاجة ماسة للتغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية بنكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من أنه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا أو شراء جهاز إلكتروني أو تجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا البطيئة المؤثرة خلال الفترة هاي و بتعطي تأثيراتها خلال الأيام اللي إحنا فيها ما يعني من الأيام السابقة والأيام القادمة ذكرناها في الأيام الماضية ولكن من عيد اللي هي اللي ما زالت متشكلة بزوايا ما منفصلة ولكن تأثيراتها قائمة الزاوية الأولى هي زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين نبتون وهاي تأثيراتها لغاية يوم الغد اللي هو الـ يعني الـ يعني نهاية يوم ثمانية 12 بتنتهي تأثيراتها وهي اساس يعني هاي الزاويه لها علاقه بالمشاعر فعشان هيك بيكون عندنا صعوبه في معرفه مشاعر الاخرين وبيكون صعب علينا التعامل مع يعني مع الاشخاص اللي بيكون في علاقه ما بيننا وبينهم وعلاقتنا تعتمد على المشاعر ممكن ينتج عن ذلك سوء تفاهم عدم القدره على علاج المشاكل العاطفيه الناتجه عن ذلك وممكن نرتكب بعض الاخطاء في احكامنا وهذا الشيء ممكن يعرضنا لبعض خيبات الامل اما بالنسبه للزاويه التي تليها وهي زاويه تسديس ايجابيه بين المريخ وبين بلوتو وهي تاثيراتها ليوم 9/12 بتجعلنا شوي هيك نكون في نوع من انواع الخجل عندنا خصوصا مع الاشخاص اللي بيحاورونا بنخجل منهم بالرد او بالحوار ولكن اللي بيثيرنا ممكن نرد عليه بشكل عنيف جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس منفصلة بين الزهرة وبين المريخ وهي امتداد يعني مدتها لغاية 19-12 بيسود جو عام من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبرضه بإمكاننا تعزيز العلاقات العاطفية الناجحة بالفترة هاي أما بالنسبة للزاوية الأخيرة من الزوايا البطيئة المؤثرة طبعا اليوم برضو زاوية التربيع بين زحل وبين أورانوس واللي هاي تأثيراتها لغاية يوم 13 واحد هاي شوي بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات بعض الأبناء بيتمردوا حتى على أبائهم أما بالنسبة لدولياً او عالميا او حوالينا بتدل على تغييرات او ازمه مفاجئه في الحكومه او في الحكومات واحتمال وقوع حوادث طبيعيه مدمره كالعواصف والزلازل وقوع سقوط الطائرات البراكين السكك الحديد يعني اشياء لها علاقه في هاي الامور وهي بتدل على اضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق وخاصة على الحريات العامة أما بالنسبة للزوايا اللي راح تتشكل اليوم اللي هي تأثيراتها اليوم الزاوية الأولى هي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين زحل وهي راح تكون يعني أوجها الساعة ثلاثة واثنين واربعين دقيقة صباحا بتوقيت غرينتش طبعا تأثيراتها تقريبا نقدر نحكي لغاية ساعات العصر بنواجه مصاعب وعراقيل بتتطلب منا أن نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وألا نعتمد على الحظوظ بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية اللي إلها أيام يومين تقريبا مأثرة وهي تأثيراتها لغاية يوم 12-12 هي زاوية التربيع السلبية اليوم أوجها اللي هي بين المريخ وبين المشتري وهي راح تتشكل ذروتها الساعة ستة وواحد وعشرين دقيقة صباحا حكينا انه هاي الزاوية بحقق البعض تقدم على حساب الآخرين يعني في أشخاص ممكن يستغلوا جهدك وتعبك وينسبوا لأنفسهم فهم اللي بيستفيدوا على حسابك انت فهذا الاشي ممكن يشعرنا بنوع من الاحباط او حتى نوع من انواع الهجوم الحاد اما دوليا لم تتعرض المؤسسات المالية والبنكية والمبادلات التجارية لبعض الاضطراب وهذا بسبب سوء التدبير او بسبب تخصيص الدولة ميزانية اكبر للشؤون العسكرية وهي فتره غير مناسبه لعقد العلاقات التجاريه والدبلوماسيه اللي غالبا يعني بتتعرض لعراقيل وما بيتم التوصل لاتفاق في هاي الفتره ممكن يعلو شأن احد الدعاه او رجال الدين او المعارضين ويلقى تاييد شعبي كبير طبعا هو بيكون مش كفؤ لهذا الامر فبيخدع الناس والناس بتعيده وفي الاخر بيكتشفوا انه لا يصلح وبرضه بيحدث بعض التقلبات الحادة في المناخ في بعض الدول أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس وبرضه هاي تأثيراتها الساعة سبعة صباحا بتوقيت غرينتش تأثيرها طول اليوم يعني لغاية ساعات المساء بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك ولكن بشكل سلبي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي آخر زاوية اليوم هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين الشمس وهي ذروتها الساعة ثلاثة وستة وخمسين دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش يعني تأثيراتها من ساعات الصباح وبتمتد لا تقريبا منتصف الليل منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بالنسبة للأعضاء الأكثر حساسية اليوم في جسمنا واللي لازم نهتم فيها أكثر ونعطيها عناية إضافية بطة الساق الكاحل الساق إجمالا كامله وتر العرقوب اللي هو آخر الرجل من وراء وعضلات الساعد وهرمونات الغدة الدرقية هاي اللي احنا لازم انه نعطيها عناية اضافية وفي نفس اللحظة لا تصلح عمليات جراحية لهاي الاعضاء تحديدا طبعا بالنسبة للعمليات الجراحية يوصى بعمل عمليات جراحية هذا اليوم اليوم برضو مناسب العمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي. بالنسبة لمطعوم كورونا برضو مناسب اليوم وبرضو من أكد يعني على أساس إنه الاحتياط إنه اخذ البراستيمول أو البنادول لمدة ثلاث أيام كل ست ساعات حبتين. أو وبرضه للأشخاص اللي سنهم ما فوق الأربعين سنة يخطوا بيبي أسبرين مميع الدم لمدة ثلاث أيام كل يوم حبة. بالنسبة للقمر بما إنه موجود في برج الدلو خلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس تسعة عشر بيبدأ في تمام الساعة تسعة وتسعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت غرينتش. وبيستمر لغاية الساعة وخمسين عصرا بتوقيت غرينتش لا ينتقل بعدها القمر لبرج الحوت بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد أربع أيام في تمام الساعة وثلاثين دقيقة صباحا بيصبح خمس أيام نسبة الإضاءة 25% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم يعني هاي التأثيرات اليوم بكره بتتغير بعده رح تتغير يعني مش كل تأثير انا بحكي ممكن يضع في بعض التأثيرات ممكن تستمر لايام ولكن احنا بنحكي عن اليوم شو وضع الكواكب شو سعودتها وشو نحستها الشمس في القوس حتى يوم 21/12 اليوم سعيد بنسبة 30% الآن ولكن من ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 45%. القمر في الدلو حتى يوم 9-12 اليوم منتحس بنسبة 50% الآن ولكن في ساعات العصر بصير سعيد بنسبة 5% لغاية ساعات المساء أما بالنسبة لعطارد في القوس حتى يوم 13-12 اليوم انتهت نحوسته لأنه انتهت الزاوية السلبية اللي كان بشكلها فرجع سعيد بنسبة 5% الزهرة في الجدي حتى يوم 19/12 سعيد بنسبة 45% المريخ في العقرب حتى يوم 13/12 سعيد بنسبة 15% المشتري في الدلو لغاية يوم 29/12 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4/6 منتحس بنسبة 10% اورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 18 واحد منتحس بنسبة عشرة في المية نبتون في الحوت حتى يوم 28 وعشرين ستة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية بلوتو في الجدي حتى يوم تسعة وعشرين اربعة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بما إنه القمر صار موجود في بيت الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية، فاليوم نشاطكم كله اجتماعي، وممكن تلتقوا الأصدقاء. منكم أشخاص ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة، أشخاص ممكن هم يبادروا بزيارات، أو أشخاص تبادر بزيارتهم، يعني علاقات اجتماعية أكثر. بتقدر اليوم تطلب المساعدة، وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك خصوصا للاصدقاء والمعارف اليوم في نوع من انواع التحالف مع الزملاء والاصدقاء والجيران اهم شيء انك ما تبقى وحيد النقطه السلبيه الوحيده اللي هي حاول انك ما تفرض سلطتك او سيطرتك على اصدقائك او على معارفك برج الثور بيتركز اهتمامكم اليوم على المحافظة او حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل يعني سمعتكم بمعنى اخر هذا يوم مناسب للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل بتقدر تقدم افضل ما عندك اليوم وبتقدر اليوم يعني اذا اجتهدت اكثر والتزمت بالتحذيرات انك تحقق انجاز او تحرز تقدم ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك إنك تكون على قدر المسؤولية. أهم التحذيرات اليوم ما في داعي للمغامرة أو المجازفة ولازم تركز بشكل جيد في أعمالك قبل ما تسلمها وخلي علاقتك جيدة مع رؤسائك في العمل. برج الجوزاء القمر صار موجود في البيت التاسع أو استقر في البيت التاسع فعشان هيك اليوم بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة أو ممكن تشارك في حملة أو في ورشة عمل أو تشتد رغبتك في التقرب من أحبائك وتعزيز العلاقة معهم في أشخاص اليوم راح تكثر الاتصالات أو اللقاءات ما بينهم وبين أجانب أو أشخاص من خارج البلاد اليوم ممكن تلتقوا بوجوه وآراء وثقافات مختلفة. الأجواء لطيفة بتحيط بحياتك وهذا شيء جميل. ممكن تعزز العلاقات الاجتماعية والعائلية. الفترة هاي مثمرة على جميع الأصعدة. ولكن التحذير الوحيد بما إنه القمر منتحس اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة بده يدرس ويستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحظوظ. برج السرطان بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة بما أن القمر صار موجود في البيت الثامن فعشان هيك اليوم من جهة في فرص لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى بدكوا تحذروا من أي شراكة مالية جديدة اليوم ما بيناسبك إطالة الخلاف والزعل حاول أنك تسارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن تناقش موضوع إرث أو موضوع مالي أهم التحذيرات أنه اليوم لا تكفل الحد ولا تداين حد فلوس وفي نفس اللحظة لا تهمل مسألة عائلية ممكن تظهر اليوم برج الأسد طبعا القمر مقابلكم تماما وهذا شيء بيجي على شقين شق إيجابي اللي هو بترغبوا اليوم في تدعيم شراكاتكم وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني طبعا شراكاتكم اللي هم شراكات مال وشراكات عاطف اللي هم زي الأزواج أهم شيء والشق الثاني اللي هو السلبي إنك حاول لأنه طاقتك ضعيفة حاول إنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات لأنه ما بينفعك اليوم لا التوتر ولا الجدال وبدك تعالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب باردة أهم إشي إنك ما تتسرع باتخاذ القرارات يعني بمعنى آخر بدك تضبط أعصابك اليوم وتكون مرن وتستغل الفرص الإيجابية من خلال شراكاتك. برج العذراء بما انه القمر صار موجود في البيت السادس اللي له علاقه بالعمل وله علاقه بالصحه، فعشان هيك اليوم ممكن شوي لانه القمر منتحس تلاقي انه العمل بدا يتراكم عندك تدريجيا ما بتقدر تنجزه بالكامل، فعشان هيك بنقول لك انجز اللي بتقدر عليه دون المبالغه في ذلك بدك تنتبه لغذائك وتنتبه لراحتك، حاول انك ما تسمح للواجبات بانها تختلط مع بعض يعني يصير عندك أكثر من عمل في نفس الوقت حاول أنك تنظم وقتك بشكل جيد بدك تكون أكثر تنظيما وتحسن إدارة الوقت تجنب إثارة العداوات وإهمال وضعك الصحي وحاول أنك تأخذ قسط من الراحة وحاول أنك تهدأ وحاول أنك تكون عند حسن الظن برج الميزان طبعا القمر صار موجود في البيت الخامس والبيت الخامس له علاقة بالحظوظ ولكن اليوم بما أنه القمر منتحس فنسبة الحظوظ مش كثيرة موجودة ولكن إجمالا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم هاي تعتبر فترة مثمرة وإيجابية بتستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بخوض أو بحضورك الباهر أو بخوض مجالات إلها علاقة بالترفيه أو إلها علاقة بالمغامرات ولكن بدون مجازفة الجو مناسب لتلبية الدعوات وباستطاعتك المبادرة بأي أمر الظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة لتكرار المحاولات برج العقرب بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم القمر في البيت الرابع يعني بيت العائلة وبيت البيت فعشان هيك اليوم ممكن تجدوا تعاون من أفراد العائلة وممكن تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم إشي حاول أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية ممكن الفترة هاي تحمل لك بعض المصاريف الإضافية زي مصاريف عائلية أو مصاريف استشفائية مصاريف علاج دفعات لمشتريات منزلية فعشان هيك بدك تضبط الوضع المالي تبعك بشكل جيد حاول انك برضو انك تحد من اسرافك برج القوس بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم اشخاص ممكن يخرجوا في نزهه قصيره او يغيروا جو او رحله مثلا او زياره بيكون لكم برضو نوع من انواع التعامل مع اخ او جار بتتمتعوا اليوم بسرعه بديهه وخاطر عاليه جدا باستطاعتكم مناقشه الامور الصعبه وطرح افكار جديده ممكن تحصل اليوم على الفرصه يعني او الفرص الجيده اللي من خلالها ممكن تفسر مشاعرك وتبرر مواقفك بتنشطوا في التنقلات والاتصالات ولكن تحذيراتي انتبهوا اثناء الحركه من بعض الاصابات واثناء قيادتكم للسياره بدون مغامرات يعني ما تغامروا وخلوا كلامكم واضح عشان ما تنفهموا بشكل غلط برج الجدي تم فرصه لمكسب مالي بيجي على الاغلب من عمل اضافي مع هيك بدكم تحذروا من اي خطوه ماليه جديده لا سيما شراء حاجيه ثمينه او اقراض بعض المال لبعض الاشخاص او الاسراف بدون حساب ممكن تعالجوا إستحقاق مالي اليوم، أهم إيش إنكم ما تتسرعوا بتوظيف الأموال، يعني ما في داعي للمغامرات المالية، لأنه شوي بدك تدقق بالتفاصيل وتركز بشكل جيد عشان تطمئن خواطرك نوعًا ما إنه ما في خسارة. ممكن اليوم تشعر بإنه معنوياتك تحسنت أكثر وبشكل ملحوظ، ولكن هي النقطة على المصاريف والإلتزام المالي يعني. المشاكل الماليه هي اكثر شيء بوترك هذا اليوم برج الدلو بتبدا اليوم فتره افضل من سابقها يعني بتعيد لكم اليوم نشاطكم المفقود بوسعكم اليوم المبادره بخطوه جديده بتدعم من مركزكم الاجتماعي يعني اليوم عندكم نشاط شخصي وعندكم نشاط اجتماعي وعندكم لقاءات اليوم بيحمل لك انفراج وتقدم ملموس بعد ايام يعني كان فيها نوع من انواع مراوحه المكان فيه نوع من انواع الركود يعني تعطلت كثير من المسائل عشان هيك اليوم لازم انك تتحلى بالحكمه والواقعيه بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن اليوم تحقق نجاح باهر إذا ركزت بشكل جيد. برج الحوت بالنسبة لمواليد برج الحوت طبعا القمر للأسف الشديد اليوم موجود في بيت المتاعب وطبعا رح يستمر لغاية بكرة لها ساعات العصر، فعشان هيك من الآن للعصر لعصر الغد بيسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي فبدكم تحاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتذمر من تأخير أو سوء تفاهم أو التباس بدك تحاذر من البدء بأي شيء جديد وحاول إنك ما تسمح للقلق إنه يسيطر عليك ويمنعك من التعامل أو من العمل والنشاط. حاول إنك تنظم أمورك، وحاول إنك تضاعف مجهودك. لأنه اليوم إذا اعتمدت على أشخاص، ممكن هدول الأشخاص يخذلوك. بما إنه انتهينا الآن من توقعاتنا لهذا اليوم، حابب أشكر الجميع، يعني كل مرة إحنا بنشكر لأنه أنتوا بتشكروني أو بتعلقوا تعليقات إيجابية مش كل وقت بقدر أدخل على التعليقات وأرد على كل واحد فيكم فعشان هيك هذا شكر خاص جدا للأشخاص اللي بيعلقوا كأني برد على الجميع كل واحد بإسمه ما بدي أذكر أسماء عشان ما أنسى حد وبعدين يعني حد ثاني يزعل مني شكرا جزيلا على جهدكم وعلى دعمكم على الكومنتات أو التعليقات أو على اللايك اللي بتحطوه ما بتبخلوا فيه وعلى نشركم لهذا المحتوى بالنسبة للأشخاص الجدد على القناة حاب أعطيهم ملاحظة بسيطة لما أنت تيجي تراسلني مش شرط إني أنا عندي القدرة الصحية إني أرد عليك لأنه أنا عندي وضع صحي معين يعني اثنين إيه لما بدك تبعث لي لا تبعث لي قديش بتطلب او قديش بتاخذ إيه او قديش بتاخذ انت اجر على هذا انا ما باخذ اجر يعني انا ما باخذ إيه ثمن لهذا العلم لا للاستشاره لا ولا خارطه فلكيه ولا لا سؤال. انا القناه هاي بتعتمد على شيء واحد طبعا الاعلانات هذه كلها رايحه على اليوتيوب انا ما بستفيد منها اي شيء الشيء اللي بستفيد منه هو الأشخاص اللي انتسبوا في القناة عشان هيك دائما بشجع للانتساب بالقناة والأشخاص اللي بدعموا من وراء الكواليس اللي هي بحال كان في بث مباشر بتبرعوا من خلال السوبر شات أو الأشخاص اللي بحبوا يتبرعوا لي بحبوش يتظهر أسماءهم من خلال البيبال أو تحويل من خلال الآيبان أو حساب البنكي عشان هيك بضل أنا أذكر في هذا النقطة فيا ريت اللي براسلوني ما يذكر هذا الموضوع ابعث لي اسمك وتاريخ ميلادك بالكامل واللي شو الإشي الضروري اللي أنت حاب تعرف عنه لا تسألني عن توقعات خاصة لك للعام القادم لسه ما اشتغلت على التوقعات أنا استفزيت في الفترة الماضية قلت أنه يوم السبت القادم عن السبت اللي راح في بث مباشر وراح نحكي عن توقعات عشرين 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 اثنين وعشرين بوب في نفس اليوم كل اللي بتابعه بالعلن يعني بالخفاء من اللي بتابعه من القنوات الأخرى سبحان الله على يوم الجمعة كلهم بلشوا نزلوا توقعات عشان يصبوا سعيد فيعني خليتكم تسمعوا توقعات المتابعين بطريقة فيها شوية حكمة ودهاء في نفس اللحظة يعني منعرف مين اللي بتابع ومين اللي ما بتابع فتوقعاتي أنا لسه ما جهزتها والله ما اشتغلت فيها شيء والجداول موجودة عندي والله الوضع الصحي مانعني أني أنا أشتغل هذا الأمر فإن شاء الله في يوم السبت بإذن الله تعالى في بث مباشر هاي المرة إن شاء الله أكيد يعني أنه يوم السبت القادم راح يكون في بث مباشر راح نحكي عن هذا الموضوع تحديدا اللي هو موضوع التوقعات والاشياء اللي لازم تنتبهوا منها من بعض الاشخاص المضللين اللي ما بفهموا في علم الفلك بس طلعوا يتفزلكوا هيك على حسب ارائهم شو بتعطيهم ونوضح بعض النقاط يعني حبيت انه شوي ادردش معكم في النهايه هيك على اساس انه يعني اللي بده يسمع برجه وسمعه وطلع واللي بيكمل للنهايه هم الاشخاص اللي دائما موجودين في القناه ودائما بيستمعوا الحلقه من بدايتها لنهايتها او من وسطها لنهايتها يعني حبيت ادردش معكم في هذا الموضوع عشان هيك يعني انا حبيت انكشهم هيك استفزهم عشان بسرعه يطلعوا بالتوقعات عشان لما سعيد ينزل في التوقعات اه شفتوه سعيد بنقل عنا ولا بنقل عنهم ولا راح انقل عنهم واحتماليه ما سويش توقعات اساسا لانه في سر راح نحكي فيه ان شاء الله يوم يوم السبت باذن الله تعالى راح يكون يعني في صدمه للبعض وفي ناس راح تتقبلوا بشكل عادي يعني انه متوقعين هذا الامر لانه عارفين سعيد لا بكذب عليهم ولا هو بيعمل فيديوهات لانه مش مستفيد من الفيديوهات هو بيعملها لكم بس فائدته انه انكم بتشوفوا وبتتعلموا اشياء او بتعرفوا اشياء ف مش ذات تاثير عندي اني انا سويت فيديو ولا ما سويت فيديو هاي الاسعاف يشتغل برا فعادي جدا عشان ما يشوش علينا في تسجيل الحلقه لاني بسجل في مكان فيه سيارات اسعاف كثير فبدناش نقلق الكل في الموضوع هذا حابب اشكركم اشكر المنتسبين والداعمين للقناه واللي ما قصروا بالايام الماضيه حتى الاشخاص اللي دعموني بجزء بسيط من ثمن ادويتي شكرا لكم يعني اجى وقتهم هذا الدعم والحمد لله رب العالمين يعني تجاوزنا مرحله كانت صعبه هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أترككم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.